حقيقة مش عايزة أقول ولا مقدمة ولا عايزة أقول أي حاجة، أنا عايزة أخد كل وقت وكل دقيقة علشان نستمتع بالروائية المصرية الجميلة دكتورة ريم بسيوني. وزي ما قلت مش بس عشان هي حاصلة على جائزة الدولة للتفوق في الأداب عام 2022، ولكن علشان هذا الشغف وهذا البحث. مش عايزه اتكلم، انا لازم ارحب بيها وبعدين اقول كل الكلام. مساء الخير. مساء النور. يعني انت منورانا في التاسعه، انا سعيده جدا والله جداً. نور حضرتك، وانا سعيده ان انا معاكي بجد، وسعيده بالكتابه والتالق. الاول انا عايزه اسالك هذا البحث، يعني انت مش مجرد بتقدمي لنا روايات، ولكن انا بحس وانا بقرا لك يعني بالمعلومه حتى، يعني بحس ان في معلومات مدققه مختلفه بتغير حاجات كتير يعني في رواياتك يعني. فبحس ان انت في بحث الاول بتقعدي تشتغلي للتاريخ وتحضري الماده، وبعدين تبداي تحوليها لعمل ادبي، يعني مجهود كبير قوي. هو انا بستمتع بالبحث يعني انا عملت طبعا ابحاث قبل كده في علم اللغه الاجتماعي وعلاقه اللغه بالمجتمع، وعشان ابص على علاقه اللغه بالمجتمع كنت لازم ابص على التاريخ. فدخلت شويه في اللغه والتاريخ على الوطن العربي كله. لما دخلت بقى في التاريخ الاسلامي، استمتعت جدا بالبحث عن المعلومه، ادور على حاجه ما كانش حد يعرفها قبل كده، اربط المعلومات ببعض، فاحاول اطلع الشخصيه دي كان شكلها ازاي. التاريخ كمان دلوقتي بحاول ان انا اربط بقى كل الحاجات دي ببعض، فالواحد بيطلع كانه كل مره بتكتشفي، يعني اكتشاف، كانك بتطلعي باكتشاف، فاكتشاف ده بيدي متعه غير طبيعيه. اكيد. خلينا نرجع ندقق للناس ونقول مين دكتورة ريم بسيوني. دكتورة ريم بسيوني بنت مصر، بنت اسكندرية اللي درست في كلية الأداب وتخرجت، وبعد كده انتقلت إلى جامعة أوكسفورد في بريطانيا ودرست اللغويات، وبعدين انتقلت لجورج تاون في أمريكا وكمان درست هناك، وأخيرا هي مستقرية في الجامعة الأمريكية. بتدرسي الآثار والتاريخ أعتقد. أنا بدرس علم اللغة. علم اللغة الاجتماعي. بس أنا بقيت حاسة أن أنت دخلت إيجيبتولوجي، يعني بقيتي داخلة على الآثار والتاريخ. أنا دخلت في الآثار والتاريخ لدرجة أن أنا بدي محاضرات في التاريخ يعني في أماكن مختلفة، وبتكلم أكتر عن الآثار والتاريخ وعلاقة الآثار بالبشر وعلاقة الآثار بالتاريخ. يعني حاسة أنها بقت جزء كبير من شخصيتي حاليا. التاريخ والآثار هي طبعا ما تختلفش عن علم اللغة الاجتماعي، لأن علم اللغة الاجتماعي المجتمع واللغة. فالمجتمع واللغة جزء من الإبداع اللي موجود في الآثار اللي موجود في التاريخ، فأنا شايفة أن هم كلهم فيهم طبعا علاقة قوية ببعض. بس أكيد. التاريخ عندي من زمان بقى وأنا بحبه من يعني. زمان.